أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه أستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى من تبع هداه واستنى بسنته ودعا بدعوته وكان من أمته إلى يوم الدين. أما بعد أيها المؤمنون والمؤمنات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درس الله السيد بإذن الله تبارك وتعالى ذي بطون يعني أو سيني حريشن أحريش إن شاء الله لعل الله في دنفاك وقبل الأذان أحرش والسنة نخدم بعد الأذان بإذن الله تبارك وتعالى. لن سنة المناسبات إمذان يك يخلق يعني يخلق سيدي ربي غسا يعني يدوني في مرة سويني لند المؤمن سويني لند الكافر يعني الجناس يبغي غدينيا مساساقا العلن السيئ 31 ماي كل يسجس أبي تسوغ لك ذا سبشو أروعين الرعطنا يوكن أذين في المدن أذين في المدن والطخرا يوقع مهيا الدخان الوحي الشمع أذكى إن شاء الله غرني ذيون يعني وس أني لم تفق المرة يعني لجناس باللي غتعلن ذا السجر غلان وشو راه غرن وهذيك السن يعني التوعية أو في زرفان وقشيش نغو قرود نغطي طوح. المهم أمزان ريدين مازال يحوج الرعاية يعني وذاك إلا مقرن في اللاز نكني راه مثلا سين سلمان القاعدة قارد قرد النبي صلى الله عليه وسلم الحكمة ضالة المؤمن وقلوا الشعيدة لا أصدقنا الحكمة ضالة المؤمن أن وجدها فهو الأحق بها. الحكمة يعني الصالحة أين اللند العالية أين وشف الله المنفعة. ضالة المؤمن ده شو المعنى الضالة يعني غير في تشوفك ما راكي راع الحاجة اكترع الحاجة اكتروح الحاجة اكتلف ربما زيك اني مثلا ضالة او سائمة الابل او ضالة الابل يعني مثلا يون اصطرحت الغنتي سويت اصطرحت هنا سويت غرس الضالة يعني فراع تروح. فاذا بها ذكر اذي روح اذي تحف بالله. فاذا المؤمن وكأن الحكمة هي الصبح دام الديت اتلوات كل يس نتساني تحف الناس عند قوفة الحكمة عند قوفة المصلحة عند قوفة المنفعة يويد ذي جلب يعني ذا منزو غرغور سيناد النبي صلى الله عليه وسلم أن وجدها أي قتيوفة نغان وامكانا ذي تيوفة ذا نتساني ذا منزو يتعنى المصلحة يويد يعني هذه أدت عن نغيس يعني نغ أدلته يذس. الحكمة ضالة المؤمن أن وجدها فهو الأحق بها. إذن ما إلا الجنتيك الحمد لله متفقا باللي الدخانية إطوراي أدني الحمد لله إهدتني رب العالمين سبحانه وتعالى والرسول صلى الله عليه وسلم اسمه دي صغر وعرب وسنين نارا كيكون والسين ما شمع والقعي ذمارة مطيا وليش الزيون النفع مطيا ليش سنين نارا لكن حتى دي رغبولة وننسن مرات واحدة حتى سنهز العابد يعني زوير فقبلي ناس والعارف تشين غاز ميس انتفامي يتدعى بذل عالية مولاني كذا صربية كذا والله عارف ستواطي كان نفس ماشي كي مثالي كاري ستواطي أستغل ساعدة سل دي سبورت ووليس إن شاء الله أسيب دي سل والنصيحة يعني كيف تصوت إن شاء الله يعني أغر الغريف الرسول صلى الله عليه وسلم دي وصغر أغر البشرية مرة يعني ولكن أروع عرضا أصلا الناس إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق استعرفا إيو عرضا نحتان دريو تنظر الإسلام اليوم كل الشعب كل الجنس سعن كلا المكارم الأخلاق شرى الأخلاق العالية شرى الصفات العالية شرى الطبيعة العالية
أمن كني مثلا مزيغني وضد الإسلام سبحان الله وشو يعني مزيغني كش من هلا هلا غردي من فرن صوتا يعني إلى أبعد من ذلك نور إلى غير ذلك خطر تضيع النور يعني خير الله يقول من الوحي للتعاليم من الدينيين والتعاليم من الإسلام. إذا ملك قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم إذا كني غدرن وغزل أذغل قغل جملغ مكارم الأخلاق يعني إن لند المكارم من الأخلاق للمجتمع النير يعني الإسلام يتسد يوكنا ذشكر لعبادة الله. فإذا كني ذا غنمرد نفكين ولو العبادة خلف لغي العقيدة النند الحاجة هي ذي العالي كذا ياكل واتثبت باللي فعلا جدين النور الهضران سنتول من الدين النور أسنين كني ذا إنما ابتعثنا الله بعد محمد صلى الله عليه وسلم لنتمم مكارم الأخلاق. ابتعثنا يعني اسم غير ضربي لكن اسمه ونصحابي رضي الله عنه وارضاه اسم سربعي بن عامر اسي عيسى سيدنا سعد بن ابي وقاص نسيق اللانذ القائد من الجيش ينسلم يعني غري الدين تزمورتين الفرس العراق يتورى الايران الخراسان تروح تكينا بشر الدين تزمورت النيران الفرس وانشر زيس الدين. المهم اشيع سيدنا سعد بن ابي وقاص اشيع يقول صحابي ذا مرسول اروح قائد الفرس اسمه رستم ام بعد ميكش ما رستم النهاية ولت يعني ولن سارك نلسان الملوك كذا من يكون دي شو من انتم انتم القعار يكون دي سسفن تركون هو من هكم يعني تركون هذا شو حسن منه يجيوا بس دو صحابي غير سبحان الله ما رد عبادتها من الدين وكش من هذه التفاصيل فمن ده وش بيوسان الدين يعني وش دي شيع رب العالمين سبحانه وتعالى إن ياسي إذا نارب عيب وعامل الناس نحن قوم ابتعثنا الله لكن اليوم إن القوم نصح ونسعر القمم قبل ها ونسعر كل القوة ونسعر وفعلا معرض لنا يعني ولش الحضارة كثم قرار تبان باللي ذي القوة سواء قوة اقتصادية عسكرية أو سياسية أبدا ولكن سمكني إحياء الأرض ربي نقل موت نلمزون نموت ابتعثنا البعث اليوم الأخير ها أرضي بعث ربي النشور الحصن كذا إن نحن قوم ابتعثنا الله لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام. ثلاثة متمثلين جملة تدمر هذا شو ذا المقصود من الدين يساد الدين وكنا كي ديكس العبودية هي لند العبودية هي ماي نغي غير الله تبارك وتعالى وكج دو العبودية من سيدي ربي أكي رجضة حرة نويد المعنين أكي حرر الإسلام ومبعد يساد الإسلام وكنا كي ديكس هي لند الدقن الدني سواء الضيق من الأفكار نغز الضيق من السياسات نغز الضيق من المعاملات نغز الضيق يعني ربما الحلال والحرام الشرائع قاعدة إلى آخره وكيد السفاء اللي استاع من الدنيا الواحد الآخر وكيد في شرائع لند الظلم نوين الدفان العبادة سواء لغن نسمى ربما جورنا في البعض ما غير العدل العدل تحقيق من الإسلام ذوي يعني أيضا الدين عموما ذا شو يخدم إيوه شي غري ديوسا يعني جار الغاشية. فإذا إيوه الشتاء نكوني غسر بتساد المناسبة مثلا نفس المناسبة ربما اليوم العالمي عيد العمال آدم هضر في العمل ذا العمال إلى أخير ذا المناسبة أتنستغل فعلا أتنستغل يعني أنشتاء يوكلت ناظر ودنبيا شبحان الدين النور ودنبيا فعلا بالنور افتير رب العالمين سبحانه وتعالى يوّن الكنز ذن القرآن ربما سويت جنس المن أكثرية جنس المن تورى الزمانية أهلا غفلا يعني أو في الكنزي قلان يريف السننس أدن وانا يتمثن أغرف مثال الدخان الوحيد الشمع باش أسيد نجزم كان وإن شاء الله هم تنغارة بعد الدرس هم تنغارة ذن نصيحة
النصيحة إن شاء الله كلا وين ناقي كيف ناقي تحمو أسي إن شاء الله سيخت خلاص هذا النصيحة ما اللي بغي يعني سلامة أولا الجسين نفس الجيبس ولكن ده غم سلامة ديني لأن تشد احتسان غير الدين العلماء هيكل للزمان النقض المجمع الفقهي مجمع البحوث الإسلامية للأزهر الشارف المجمع الفقهي للمملكة العربية السعودية المجمع الفقهي التابع لرابطة العالم الإسلامي المجمع الفقهي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي وإذا شكل المجامع الفقهية يقول يعني إنس المن طلعين غرغرصا ده شو الفتوات في يعني المجامعية بحث نكل المسألين الدخان الواحد الشمال تبغى الحصول صوتا بإجماع العلماء ولا شيء ولا كالذكر عند الزمان أنه كان عالم من العلماء المعتبر بهم أردينين الشمية ذي الحلال الدخانيين ذي الحلال نحتار ربما ذي المكروه بإجماع علماء العصر أن الشمة الوحيد الدخان ذي الحرام ثم تمثلة الحرام إذن يونيك هذا الدكسولي أساسينية صفين كتكيفة سبحان الله أما كنت تصغلق مارني أما كنت نغيرتم ديراتنا لا هاي سمات الخاتف دي ولا أنا رقصب يعني الذنوب جيوة المرتبة أكن لن كبائر الذنوب لن الموسى لن صغائر الذنوب لا غني نسمى ربما أثني يريد صغائر لكن أثني ربما يسلم موسى ولكن إن شاء الله أريد سوطرة يعني كبائر الذنوب لن ثبتمت بالكتاب بسنة النبي صلى الله تعالى عليه وسلم في ذلك النية يستاهل بابي السنت يعني إلا ما إلا غفرص رب العالمين سبحانه وتعالى يستاهل أدي عبد الشيطح يعني في الجهل السنت يجاء النماء في ذلك يوم غارني يعني كبائر الذنوب عندك شدد رب العالمين سبحانه وتعالى والوعيد فإذا تسمينا العلماء كبائر الذنوب في الإسلام احتاج الكبائر ليس المرتبة أكثر أفدمت سبعة اسمها اسمت النبي صلى الله عليه وسلم السبع الموبقات يعني السبع أي ما يلزل عن تجيه المجتمع أتهل شد ويستهل ربما العقوبة من سيدي رب العالمين سبحانه وتعالى ثمن زوت يعني رأيت مثلا إذن الدخان بإجماع العلماء الدخان ذي الشماء بإجماع العلماء في الزمان النوم أثني يعني ذي الحرام وبالتالي أريد زارة هذه كيف يواني غذي شو وإن شاء الله أتوفق رب العالمين سبحانه وتعالى هذه الجنسية بارك الله فيك يا شيخ إن شاء الله أتوفق رب العالمين سبحانه وتعالى هذه الجنسية بتوفيق من الله وليش منا أرسل الثقة رزم بذغنا كي ماشي المعنين يقولنا ما يريد شو مرة أريد كيف راكين إن كان أسعى على الذنوب إكل النور نسعى الذنوب غير الثقل واضح كان رب العالمين سبحانه وتعالى يعني في الليلة ولكن ما رأينا تعالوا تسذنبك أعرف عيني ما نكس معين تنسيدي رب العالمين سبحانه وتعالى يوكن رب العالمين كيس لك يعني جذن بني وبالتالي احتوي لك زنوزون أين يحرم رب العالمين سبحانه وتعالى أثني نقلكم دار المتغليم في مكسب محرم زنوزوت الدخان زنوزوت الشمة إلى آخره خدمت لي المسألة أقلك تغلط في محرم وفي مكسب حرام أنك الصوت من العلماء يعني حرم الدخان وحيد الشمة سوي الصوت من غرور في مستناول انتزمر في مستناول انتزمر لطباء الحصون الكل وليش ويناك دين الدخان الوحيد الشمة يريد الريارة الاجتسام ومدان سواء ونت كيفا نغلنا إلا يعني الزاتس أثر بوري كيفا ولكن يعني أولا الإنسان نفوس الدخان نيت كيف ونيت كيف نكن ربما الشماء إذ ما الحال ذلك في طر العمريت كان ولكن الدخان ضرر متعدي يعني يطر العمريت يطر والنارينين يتعيش ديدتنا يتغيما ديدتنا يخدم ديدت إلى آخره وبالتالي الدليل منذ ذي الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا نريد وزارة ينسل ما ذي طور العمريس أكنسج وزارة ذي طور الغيريس يقرب النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح لا غرر ولا غرار أريد وزارة أستر في العمريس
إلى درجة ربما صوتي ونادي انتحر، هذا نوع من الضرر. ولا ضرر أريد زارع أخذ مثل ما ضرر إلى غيره، فإذا ما يثبت يعني الضرر إذن هذا يغادي حرام يعني الضرر أو في العبد وكنية في مارس. وأذكر ينزيني هالشيء خش حل حواجي غي سطروني قدو النتاية فقيم سورة مثل سني كان لنا ندخل لنا الشمال لنا كذا أثروا بلا الصيارة مثل كذا إلى آخره أي لحدثني طريتي في فلق سحان مزالي سيتي لحدثني طريتني زم مزالي سيتي لحدثني نسعد عليك السكر الحواجي إلى آخره أثنين أولا أنفصلق الحكم ما إلا الحاجة إلا أن الله غالب الضرورة لابد أن أنسعوا وسائل نقلية وسعني ترى وسعني ترى كيف تيودي شطمو أرجو ذا تفاك تيودي شطمو هذا جبزه الله غالب هو الضرر إلا أن ورزميره يعني غالب من ديس ومذن حتى وإن كان سعود عن غير السنوات خمي من أمثال الدفن اللي زين يرجع يقول لنا الطرر ينطر الطبيعة الفكرية الليكولوجية على كل حال قيمي مستنوان ولكن كتير كتلاثة رب العالمين سبحانه وتعالى لأنك استكرهت على ذلك أم من الناس كيف تمتط مثلا أرجازي تتكيف مثلا تتكيف بخان هل يطارت ودنو أفقار تكيف أنا محقري هذه تكيف هل يطارت ودنو من تكيف ديذا سوثوا ودنو فهي مكرهة بالسيف بالله أسلاتيني أستغيث ويلان الذنب وطفل نقلن زهل تعبط يسوري ورا فهو بكرة يقرد النبي صلى الله عليه وسلم رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه الخطأ النسيان محل الشاهد ما استكره عليه والسعيطان الكرام للإرادة يعني الجنشة قيمة مثال ربما لا يكرى العباد طورا ينسان كرى الحوايج كرى المواكل كرى المشروبات وإذا كرية لازم نجل التزم لكن أنا التزم أكنا يلتزم ونري حرم الدخان في إيماني تلها التالك تلها لك السكرة وخدروا تترى الحوايج أنا في يومين أو المغرى ربما أكدوين في الموت ساعات الإنسانة وتترى ذا وقت ساعة وتترى مثلا في الفلابر كان أنا يخدم نقطة غيب عليش أعلي لا يخرج المسؤول يعني أوصاش إلا ما إلا ضرورة ولش لشارك شط ولش لشارك صوت يوكي نفس يعني فروح زي الضرورة وما مسألة أنت في فلاس حال إيش رأيك المدن في الأمريكان إيش الله إيش رأيك المدن نغيسك كسرى كذا العباد أيسك نغيك لا كذا إيش رأيك ولكن مشي العباد مرة بالصح الدخول لوحيد الشماء إيش بس في العلم باللي كانوا النهني مثل الطرال فمن زراعة مثل لا ضرر ولا ضرار أدنس أغل حديثة لأن الرسول صلى الله عليه وسلم وشدي قال سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنه وعن أبيه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل مسكر ومفتر إنهى الرسول صلى الله عليه وسلم أذكر الحاجة أن قلنا أن تغيب العقل مسكر سيثبت المخدرات الخمور إلى آخره هذا نجور بنجا المؤمنين مرة والمفتر غشي لأن المفتر ربما أكتوا يكشنز ديس الدخانية لأنه تبتل بالأطباء هذا شو المعنى المفتر يعني أدياس أروي تسعيد مرة للأجهزة المفصلة أكسوميك مثلا العضلات إلى آخر اللي بتسيو كان ينسى على الشوم هذا يوهر اسم قصديس الأكسجين الاكشم سيو دوغ مكان الأكسجين وذي يوهر يعني يتسني كتاب ميك الدبوزن وزمسارة تشتغل تكنيكو من حد أكيد قرر الأطبان تورا وذوي بدأت بإقصاد النبي صلى الله عليه وسلم وين تدعو لماذا الدليل يوكن الدينين يعني الدخاني الوحيد الشمية يحرم إذن الشرع من الإسلام ما لدناس المظار المادية من الجسد 25 الهلاكات اللي كونسير سلتين مليحة يتمت 25 اللي كونسير لكونسير تعمم الأغلبية تغل يعني غمزان ضربي سنوان على كل حال السابق 25 اللي كونسير جمرة فطيشن فير أرمدين دلقاع نتعبطن بنادي
25 اللي كونسير في الدخل الوحيد الشمع الرياض لهلاك بول الوحيد ذي زورة مرض ناس سلتي مليحة حيث مثلا اشحالي تنتسن جلزاير جلزايرة جلقصي ضغط ومريض ايو سجاس اشحالي تنتسن يار 5000 ايو سجاس لا مويان اكاني تنتسن الدخان الوحيد الشمع اشحالي تنتسن في الجولات الجزائر 15000 ارمز 17000 ايو سجاس اتنوع ثلاثة يبردان ثلاثة ثلاث اربعات نوين اتنوع اللي ضغط سيدون يعني ذك بردان ولا ما يتمثل اشحالي تنوع جدوني السبب الاول للموت جدوني الدخان الوحيد الشمع 50 مليار نلغاشي اكتم ساتني وسجاس او في الجالة الدخان الوحيد الشمع اكثر من الحروب اكثر من الحروب يتمثل اكثر من الحروب اذا ربي سبحانه وتعالى ذا شي صديق قارك ولا تلقوا بانفسكم الى التهلكة ولجزارة عين سلم اليوم ايمانيس سطاريس نغسو بوسيس اليوم ايمانيس والتهلكة والموت ثم شنه حسب رب العالمين سبحانه وتعالى والنكتورنا كالعمر على اساس انه منتحر ولكن العلماء ننجز مرد مشابين الوحيد للانتحار خطر الانتحار يبان والناوي قصد السنية يعني النية يتمدى مثلا نجن وين يرتي تعب بطيسنا يتي يرضي من الديون ومكان يخلم النية للغمان إنما الأعمال بالنية مصحيون يتزمن مثلا جار وما يتشمه ويعلان يرضي الغمان ولكن في حسب رب العالمين سبحانه وتعالى أرض السيئ الله يهدد لما نيس إذكاء رب العالمين سبحانه وتعالى والحديث النيان إلا مشهور جدا لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع يوثر ما يسأل عن عمره فيما أثناه وعن شبابه فيما أبلاه وعن علمه ماذا عمل به وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه قال لا يصنين إن ذا النبي صلى الله عليه وسلم عن جسده فيما أثناه وعن شبابه فيما أبلاه أكسقصي رب العالمين ما إلا اضطرت الجسينك سكري إلا بالحاجة ربما صوتت يوكنا تسفنو رب العالمين سبحانه وتعالى طبعا الفنو وكل الفنو وكل يجعل ربي الأسباب ولكن أكت شمال أكت شيء قل أسباب أيه وكنا تساويت المظر يعني العمري هي قرد رب العالمين ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما العلماء اللي بيننا باللي الدخان يوحي الشمال مريضون في الله سيوان أمزون يعني الصوت يوكن أذي ارتكب في مقرط يعني الانتحار أذي ينغي يعني إيمانيس والعياذ بالله أما المغرى للجيب فهي ثوالا خاصة ويكي تكييف انسخير الله يعني أفاكي انغسين كذا إلى آخره مرات عن كان 10,000 واس يواني يتنغن أفاكي اندخال أفاكي سجاس 3,700,000 بقى 10 سنين أتن 36,500,000 20 سنة 70,000,000 طموبيل ما شاء الله صرطيت سقفرطيت طموبيل جثة أسروح الوحيد ذو حريم أي فقر بالعالمين سبحانه وتعالى يوكل المخطوع يعني الخبائث مرة ومن هذه الخبائث يعني الدخان الوحيد الشمال لأنه زميرات نصنف ذي المكلة وزميرات نصنف يعني ذي الحجان تواساون وإنما ذي الحجان تواراين يعني ورب العالمين وذكر الأرزاق النغي الحاجة يمنان تروغ الأرزاق النغي أين انتس الوحيد وين انتس يعني آية مثل ولذلك رب العالمين سبحانه وتعالى مديننا ويحرم عليهم الخبائث نزمر أن جعل من الخبائث الدخانية بعد الأذان إن شاء الله
شريك له ملك الحمد لله يديه خير رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا وإن شاء الله يوفق رب العالمين سبحانه وتعالى شريك لن يعني ذا المؤمن بتوفيق منه سبحانه وتعالى وإن ريجن الحاجة يوذم رب العالمين عز وجل يملأ الله عز وجل قلبه بالإيمان في الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم من ترك شيئا لله تبارك وتعالى ملأ الله قلبه بالإيمان خطر لا يكرا ذيج الحاجة يتسحي مدا لا يكرا ذيج الحاجة ربما خطر طرد ولكن نبغي لو كانت سيريا إن شاء الله العزيمة غرد نخدم باللي غادت شغل الحاجة هي خطر يحرميت رب العالمين يحرميت الإسلام لله لجل يغفز بإذن الله يعني أجر التوبة بإذن الله تبارك وتعالى إلا من تاب وآمن وعمل عمل صالحا فأولئك ذمرحة فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات شرو قروا إلا من السيئة كنا خلاف الحسنة كيف تشحت كيف تمتنا في قرى عدنا شمط 10,000 برزال أنا تو على النية التوبة بإذن الله تبارك وتعالى تسجمك قمت يعني في الاستقامة من بعد لأنه لازم تستجماني كنت عوطرت قلت يعني أغر وانشتيا أتطلب التوفيق من عند الله تبارك وتعالى أشوف الدمار بالعالم كريق لن السيئة العمل هي ثانية البشرة يعني للتائبين أشوف الكريق لن السيئة العمل هي أشتقلب الحسنة مفهوم؟ إن شاء الله يعني أنشتيا إذا ضرر غير شوف يعني الرحمن سيد رب العالمين سبحانه وتعالى صور 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 على النية العالية شوفت قالك رب العالمين سبحانه وتعالى شقلب رب العالمين عز وجل سيئات من مرة الحسنات فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما أمور السنين النير يعني تبدوك كانك إن شاء الله لعل ذي لنت مناسبة نهضر في الله يعني الحقوق وقشش للإسلام الإسلام يتمثل يخمم في العبد قبل ذي لغر الدنيا ويوزيس وجدس يعني سينيت الهاد سينيت سديان سينيت الأمان ذا شو سنشتيا للأسرة من حق المسلم المجتمع المسلم الدلال للأسرة الشرعية عندها إلا الزواج شرعية ولذلك المصيبة الكبرى أنه في بلاد الإسلام وصلت كل يسجس 3000 4000 5000 يعني نزدريا أي إسلام غير الدني تمسكي ثور يعني واختار على كل حال يعني بالضحايا 5000 تقريبا جار 4000 5000 ورش سقشيش يعني إسلام تمرت الزاير من غير زواج الأبناء غير الشرعيين ماشي للجاري متيا ها أريد دي مسكين القديس ودي السفي يعني العش الهان اندر الذكر وفعل ما راح تمدل هو بلا وتوسن دار ربما عليك شمال الجامع يعني غادي راح هذه زوجنا غادي لا اش نيك نسقي مسكين يعني للمعرة غادي العيب قالت يا يبات يبدل طول العمر وإذا كان يعشنا كم ساكيتي يزمر لو نيدحكون دا شو سوى شو سوى قراح داين وإذا اجزمرنا ونضحكوا ده شو انطرضي وشو تعيش الإسلام إنك المجتمع ينسل من لازم ذي لذا سديان شريك الله عند العلاقة لازم تبنوه أو تتزواج إيه وشو باش يكون إن ردي لازم المجتمع ينسل من هذا يزدي القديس ولي بد ولي افتخر ولي سعو الكرامة ولي السدرة ولي سوري القلارة أو تمدين الحيط الحيط وربما هذا ينتق محتاج المجتمع والعياذ بالله سيكن حتى لو كان الزواج امي نغي لي نغي الميم نغي الميم الاسلام ما ركبت الزوجة استخطار تيمة لما توراويك يقل الان ما ركبت الزوجة تيمية استخطار تيمة توراويك يقل الان اختيار الزوج واختيار الزوجة خطر السزكاء يعني زمان الحدث سواعي بان الدريان نغسي يسنى ربما سلف عائل النغض التاريخ النغض ربما دير السمعة على سعود إلى غير ذلك
تخيروا لنطفكم ادقار النبي صلى الله عليه وسلم تخيروا لنطفكم فإن العرق دساء سنكين أتمرينين وطوفان تعبوط يمات قلع الشيء من الأسرة ها الميثاق الغليظ باسم رب العالمين وأخذ منكم ميثاقا غليظا أخذ ميثاق بالإسلام الوقت الميثاقين الزواج وبعد أرجاز يختار فنطوطي صلحان فنطوطي صلحان إن شاء الله قبل أرجازي صلحان ها في لكن ابشر سيد رب العالمين سبحانه وتعالى ترفض فنطوط إجعل رب العالمين كريق للسهولات حتى قدين صيامة أقلك مستدس والزمارة معليش السطوط مازال يعني مازال موت يعني المهم تظل مثل وتبغيز مثلا تظل تكاسيب الديهم بعد النوم بعد السجود كذا الضغط صغيمي الضغط صغيمي الضغط ستنيني تكنيمي هو المكان أشوغا بشو تصنع التغطرة التعنيف انت مطلوب من التعنيف المليحة من التعنيف القومي ماشي من التعنيف الجسدي هذي كريونة هذي صبن ظن توطيس هذا الدماء الماسين كي رجع عاد ويصلين تذكوه ويصلين في فتنة لكن يكفي يعني الخصم ذا الجاز وإلى آخره يعني ظلم عاطين في ذلك ظلم عاطين الرجال فتعنيف المرأة تغطو ورجو ذلك عن مقتصنا في الاستاذ ولو كان سواوات ذا شو هو يدي بينا نجسع ذا شو يدي بينا أتنيك حرم الله صلى الله عليه وسلم هذه هو الجزء من توصيص من سات استاذ لحرة ولا يوقع يوزيس بسع أسن نبريا ولكن يوقع لحرة يوقع الطلاق البدعي ورجو ذلك اللي انسلم أسيني من توصيص تفجع مسكين هكا في ناس أنا بريغة ناس ديش يعدينا وانت ستفن ستاريس يتفجعيك والتعنيف اللفظي تعنيف لفظي وما ذلك التعنيف الجسدي المند كان هو اني لن يعني بتعبو الطيس الطوفان المياه أثناء يموت حد القرابين سيسمى يموت حد القرابان والطوفان النجل لن مازال تعال في حكم يعني المحتمل محتمل إذ ما الحالات دي لن لمدير لكن إذ ما الحال يعني الدين يمو ونظم نرى فهو محتمل أليم حد القرابين هو بإذن الله مثلا يتسيل الميراث يجعل في الإسلام يتسيل الميراث على الدين يا إما عذرته الحشمة يلولد يعني وطوطان النير ونغطون التاركة وتجعل النصيب ماذا قشيش النصيب يبان ما إلا تقشيش النصيب يبان ذا غنيا نير أتجعل النصيب ما إلا قصدون كل يوني بغدي الله مريسيس على المصابح إلى آخر أتجعل النصيب وقشيش وكل يوم تقشيش من بعد تغصبه ما خيط غصبه خلاص ترسلون ده سنة جعلت في النصيب وقشيش النصيب يعني غم قرع مقلمة يعني جرعا الحقوق مازال عاد مازال ده هو ترى عاد يعني غير أول الدنيا سنة كنا الدينار وطوفان يوجد زيت خامس أكثر حميس لقشيش ناس تقشيش ورق من العقيقة يعني الزلونة كعاد عن نكسومي من سيغة الخلص الباروك يعني الجيران الحباب النكوار ذي مولان إلى آخره العقيقة كل مولود مرغوب بعقيقته تعق عنه يوم سابعه إلى آخر الحديث من رسول صلى الله عليه وسلم نغلب يعني وذكالي فلاش كان كيا هلا هلا كان سنكين ما رأيه فرح سيس لقشيش ناس تقشيش كيف جيب متقرار ذلك النيق الله يعني أخي الجنة السنة ما زال القرآن القرآن يبدين الزلط بين 14 القرآن يا الغرض في ذلك النيق الله سام حكما يعني الزمن كلام القرآن يقول لنا تعال اتفقع عن طرف العالمين سبحانه وتعالى وذلك النيق الله وسنع جبال الحال ما لا ندير تقرب بس تقشيشت وإذا بشر أحدهم بلونثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب شوف ذا شنكي يختمر بالآية ألا ساء ما يحكمون ألا ساء ما يحكمون صنديق اللي كان إتسو سيوت أنه إذا الشيخ يربي حضر دي الجامعة قلق وسطية ألا توتت حضرت لعل ذلك أتسلت مغارب وولت معه
أشهد قرتي ورجازيس برؤية تمطوسي خطر ساعة ثلاثة تقشيشين ومثل بالدورة طبيب الناس ده تقشيش قرت برؤية الخالات نسيت تسيرة كده تسرون الجزم تناكي وتميغة سنة مسكين تدير حالة ونستطيك من ستادي تعنيف 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 يودا سيد ناظر وانشتي ما زال إلا الجهل قال أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم أمكن تقابل الرزق رب العالمين سبحانه وتعالى أثمان الدلال أتمطوطي لن تحذر في الشبحة كل يوم يجبك ربي عز وجل العذر وثمان الصدق يعني ما تطابق عذرها معاها ولكن فينا يقول لن تبعنا تشابينا في ذاك لن كين البحر هكا والسطوطة لا بعض كان إيزي برونا أثني هي النظر فيه ومن بعيش النظر بخلق فيني إيه النظر فيه والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة لمن أراد أيام العلماء لا نجد أكن يغيب قرص من الطول غير عمين قل عمر وقشيش أكن يغيب يعني قل حساب سيدي ربي سبحانه وتعالى مقصود قصة شهور اخر من 3 شهور مقصود قصة 9 شهور اخر من 6 شهور مقصود قصة سجاس اخر مقصود قصة سجاس ونص اخر ما يلسك من اثار من العاملين خلاص اثار مصر دايب فك الوجبة قال سيد الوحيد رب العالمين سبحانه وتعالى الا اثمرت اليوم استاذي الرسول صلى الله عليه وسلم انك تمتوز الين تسقط تطار هم بعد فغليت استاذي إن هذا رصع الناس حبست يطوفان الناس وتطع إياكم والغيلة أنشتيها غريسيد النبي صلى الله عليه وسلم لا تبدأ تراثبر في النفس إياكم والغيلة فإنها تقتل الشاب على فرسه إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم نقال كنت درياسة مغايز ويس ما يترصع اسم الغيلة تسبق الحديث من الرسول عليه الصلاة والسلام درياسة مغايز يعني تقريبا كل سجاسة كان أولاك في الفرق يعني خير الله هم تغطوطة السطوط وإلا وطفان اثنين قاعد بوطيس أغطور اثنين أغطورون إلا قاعد بوطيس لكن أغطور خطة تغطوني إلا جربيس سطوطي أذكري يمونيكا ولكن أسمرة يصلي وغردين مزيد بدون المشاكل 15 سنة 16 سنة 17 سنة يزمر الحال هذه يلي غما كان دس الميقي من يعني قل جتسسرة في الغل ولو إبدان يركب سوف الله يعني نجدعون تقتل الشاب على فرسه ادقار النبي صلى الله عليه وسلم سنة كين الصرية والرعاية شير النفقة يمس تطفى وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف النفقة النفقة كل ما يلزم لا أجد ذنبا أعظم عند الله ممن يضيع من يقوت وفي غرض ده في قرن النبي صلى الله عليه وسلم الجوزاء المرسيدي أكثر من رين يطيع القوت وإذا كي لن دو الكلفة يطيع القوت إنسان يروح يطيرها وإثنان دا يتكي فيها يعني ما تنكي إلى آخره ظل قرش شو الكلفة قبل تنشتيا سنكين الصربية النبي صلى الله عليه وسلم قال أدبوا أولادكم أدبوا ربي الدريانهم أدبوا يمكن وين بالمسؤولين سور جاس تمطوط الرجل راعي في أهله وهو مسؤول عن رعيته والمرأة راعية في بيت زوجها وهي مسؤولة عن رعيتها ألا كلكم راعي وكلكم مسؤول عن رعيته فيها الرجل بعد في الإمام على كل حال الحكمة مقرن له الإمام راعي وهو مسؤول عن رعيته محل الشاهد أكيد سقسي رب العالمين سبحانه وتعالى تصربية من الدريات الرسول صلى الله عليه وسلم قال أدبوا أبناءكم على ثلاث خصال حب نبيكم وحب آل بيته وتلاوة القرآن يعني في التعليم أتتعلمه تعلمه الرسول صلى الله عليه وسلم يهدر خاصة فقشيش من كانت له ثلاث بنات أو ثلاث أخوات فأدبهن وأحسن تأديبهن وأنفق عليهن وعلمهن وأحسن تعليمهن ثم زوجهن كن حجابا بينه وبين النار يوم القيامة محل الشاهد علمهن الصغريطة وكل زمان ذا شو ذا القرايين على كل حال سنكين يعني المعاملة المعاملة الحناء هي الختمة في إسلام وذجغان شكرا إن شاء الله لعل لي درس أنفصل زي سليم سليم
خطاب النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا من لم يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا ولاش الزينة وانه نتكال القذري عبد القرار ورحمة رانا لعبد قلنا دام صغيان يوم بريد الناس النبي صلى الله عليه وسلم وشمال الجنة أنا قرمة اللي مدى الرحمة خطر الجنة تشمال أنا قرمة الرحمة لنسي رسول الله الله مرحمك الناس هو الناس مش هذا الرحمن من عارس عمال من دواس وخامن وين الدريان وين الناس إنما هي رحمة عامة في كل كبد رطبة صدقة أو كما قال عليه الصلاة والسلام الحديث يمكنك نفهم ما يتمسك المعنين الرحمن كان من دواس وخامن الرحمن كان من الدريان اليوم فوق من العراق صعود ثلاث ناس صعود تودع لرارك الناس النبي وكي وصارة الناس وكي وصارة خطر قلقاصل قلقاصل يعني مثل صعود الرحمة المند يعني من الدريان لازم انت رحمة فعلا وصعود الحنة ويعني تاس العاس العبدين سنة سورة الدين سنة اكني اللي خدم النبي صلى الله عليه وسلم يتورر للحسن للحسن يتحسن يكشم ذلة بقاعة وحارس يا ناس وتقبلون أبناءكم يا بني هاشم السذن من الدريان لنا بني هاشم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم بدأ يا ناس السذن يعني تحاشي الدريان لك يا ناس يا رسول الله إن لي عشرات من الأبناء ما قبلت أحدهم قط والعشرات ده يقلع دماغيون السذن أخذك حشر استطفى النبي صلى الله عليه وسلم يا ناس ما تظن أني فاعل بك إن كانت الرحمة قد نزعت ربي خلقك فعيت الرحمة من الدريان شكرا عدتك سكت ولا نزعت الرحمة من قلبك من لا يرحم لا يرحم تبغى تذكر رحمة ربي رحمة الدريات والرحمة هي سعرفة يعني سلمودعبة سلمودعبة كني في الناس يذنع علي ابنك أميك نغمي من أكاينيك لاعبه سبعا وعذبه سبعا وصاحبه سبعا ثم أطلق الحبل على غاربه والله يحوج يعني وهي بدت المقولين سيدنا علي رضي الله عنه وكرم الله وجاه تحوج برسي ما نسي يعني واسمى لنسعو الحناء المند يعني الدريان نغم تعمر الزيسن نغم تقوم بيتنا كان تعمر الزيسن المحيد بلا غرن يعني من بعد هذا أدم مكتين الحنان ينطمزيع واتقرن من بعد وقل رب ارحمهما كما ربياني أنسعو الشفاوات العالية مش الشفاوات نديري وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا إنك الرسول صلى الله عليه وسلم أعينوا أبناءكم على بركم عون في الدريان نوني وكن أكون الرن ذي الخير نلديد كان تبورتي يعني غاية مثلا لعل إن شاء الله بينك مناسبة أخرى ما يحيى رب العالمين يوكن إن شاء الله يعني غن سيغفر المعاني غي غن السين دين النغن في جميمان النغم ما لبغي يعني أذين الدل رب العالمين لحال النغ إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم غرنا الكرام طلبنا غد الدعاء إلا ويغذي طلب الدعاء يعني الشفاء الليس إلا ليس من تنطفط البعض الدعاء يعني الشيخاني ماس يستعامل عليك يقروس يعني ورعني ويسل لن لا تيمر كيف يعني في الله يوفقنين طلبهم يعني الدعاء يوكل إن شاء الله يعني أسعون الدريان ورنسى على الهلاك خطر الدريان جزوارا سعاش يفتح يعني الهلاك فنسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفي كل مريض مسلم يا رب العالمين نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيهم 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 أشغر سبعان يعني باش نتعلم حاجة بسيطة إنك الرسول صلى الله عليه وسلم ما فيش مثل رموطين وهي لي لهلاش النير وفي اختبار ربي بليل لهلاش نلموس خاطر القضاء وزنفرة فتر قضاء سيدي ربي إنك وسد عوص الدعاء أي أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك سبعي بردان إنك والله تشكر رب العالمين سبحانه وتعالى أن دعوية اليقينية فإذا إن شاء الله نشكر بالعالمين وفنصوا سيئا اللهم ارزقها ذرية صحيحة سليمة تقر بها عينها وعين كل من يحبها يا رب العالمين رب اغفر لنا وتب علينا وارحمنا وادخلنا الجنات وجنبنا النيران برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين وصل اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين